ابن رشاشة القصد وان المعنى ولا فيه اعتراض. يا حي هك الراس يا عز القبيلة والوطن، نعم فرض نفسه وهو ما له على الناس افتراض. لف العيون افضل سكن، لف القلوب افضل سكن. حيتي يا كل المعالي ولا من ولدتها، قولها من قلب ما بالمجتمع على على المرتفع مهما يكن ما للصلاة بالخفاء، يبقى مكان ما تغير هالليالي والزمن. ابن رشاش القصد والمعنى ولا فيه اضطراب، يا حي هك الراس يا عز القبيلة والوطن، نعم فرض نفسه ما له على الناس اضطراب. لف العيون افضل سكن، لف شعب الكويت يقدر حب ومشاعر واهتيار، ويقدر رزن تحت سيف القصاص المستسم. بتقر رقاب من افضل الاعمال من هالدمع فار، رحمة من الله والعمل في القلب ما هو في البدن. مجد ما يبغى دم مسلم ينكفي مكفات الحار، يغلق ملايين الديار تجايرات اليابي. سارت الطويلة تنعرى من حسن نيتها السليمة، لا يشك ولا يضل. ندري انه وثق الخطوة ما يعني انفضل، يوم من باله يقبل الراحة وقلبه مطمئن. من الرجولة والبطولة والمقامات استفاد، يرزيك ما ترشى الجبال الشامخة مهما يكون. المجد وفعل الرجال اكبر تداول واحتفى، من هالتفاخر والتعالي ما تنازل للوهن. يا كل المعالي ولا من ولدتها، قولها من قلب ما بالمجتمع على على المرتفع مهما يكن ما للصلاة بالخفاء، يبقى مكان ما تغير هالليالي والزمن. ابن رشاش القصد والمعنى ولا فيه اضطراب، يا حي هك الراس يا عز القبيلة والوطن، نعم فرض نفسه ما له على الناس اضطراب. لف العيون افضل سكن، لف القلوب سكن. شعب الكويت يقدر حب ومشاعر واهتيار، ويقدر رزن تحت سيف القصاص المستسم. أتقر رقاب من أفضل الأعمال من هالدمع فار، رحمة من الله والعمل في القلب ما هو في البدن. مجد ما يبغى دم مسلم ينكفي مكفات الحار، يغلق ملايين الديار تجايرات اليابية. يا الناس تدعي له محبة كل أبوها عن ترى، يا كم حساب الأمهات فالنسارة الطويلة تنعرى من حسن نيتها السليمة، لا يشك ولا يضل. ندري انه وثق الخطوة ما يعني انفضل، يوم من باله يقبل الراحة وقلبه مطمئن. من الرجولة والبطولة والمقامات استفاد، يرشيك ما ترشى الجبال الشامخة مهما يكون. المجد